مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع. شو بدنا نسوي يا عمر اليوم؟ فبنعمل انبوكسنج لهاي الباكج. شو اسمها؟ هيا هون. باور بورد. باور بورد. شو باور بورد؟ شغلة كبيرة شرناها من كوسكو، 900 دولار بلس تاكس، يعني مش رخيصة. فاحنا هلا حنجربها. باور بورد هذه كنديان براند من كالجاري، بس شغله مفروض انها تكون مهمه. خليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم، بدنا نكمل الكاتينج. يلا قطعوا قطعوا قطعوا، كله كيكت بكل حيويه. بعدين بدكم تنظفوا صح؟ لا والله استفدنا منهم. طيب بدنا ننزل الباور. والله ثقيله والله. طيب كيف نفتحها من هون؟ اوكي، هاي شايفين البراند باور بورد. طيب اول اشي شو فيها؟ يوغا مات. يوغا مات للي بيستخدموا اليوغا. اوكي يوغا مات. حلو يعني ريموت. هذا ريموت كنترول. اوكي تكون حاطه هون. هون في ماجازين انستراكشن وسي دي، اي ثينك دي في دي. طب مش عارف مين لسه بيستخدم سي دي. هون في عندهم يوتيوب فيديو كمان. في يوتيوب. اوكي يوتيوب ممكن نحضر اليوتيوب. هون في هذا هارت ريت، هارت مونيتور. هارت مونيتور عشان نشوف الحال. باور باند فور باور باند ستريتش. هذه ايش اسمها؟ باور باند. باور باند. اوكي هاي تبع الاسترتشنج، هذا باند تقدر تعمل فيه ستريتشنج. طيب هذا الباور بورد. هذا البورد نفسه. اوه والله. طيب يلا انا بدي اشيله. انتوا طيب هذا هو. في كمان حكونا الكيبل somewhere here هكا صح؟ yeah. وين نشر في كيبل؟ هون. بس وين الكيبل؟ حكت في اشي بتقلبه؟ هيو في كيبل؟ I think we have it. هاي الكيبل، هاي غاد بالزاوية. يا عم حطوا بطارية، 900 دولار، 900 دولار شارين، حطوا بطارية. ايش بطارية حط؟ هلا هيك بدنا نبدا. واخيرا هيك اشتغلنا. وقف عليها ادم. مفروض انه لما نعمل ستارت يبدا يهز. هلا اللي بحكيه انه 10 دقائق هون هيك معناها ساعة مشي. اذا مسعت ايديك رسعت رجليك معناها ساعة هرولي. وسع اكثر رجليك معناها ساعة ركض. طيب هلا خلينا نشيل نزيل السبيد، نزود السبيد. شو ادم؟ hurts. ليش؟ الله كيف وجه ادم. can I try? yes. can you lower the speed first? no, put it at max. no, no, first. يلا روح lower. روح. put your legs spreader like more. put it here. شو يا عمر؟ I feel like my hips. Yeah. ايش شو اسمك؟ عمر. طلعوا كيف البادي المسلز بتحركوا. شوف. It's good, just you have to get used to it because I'm gonna be vibrating. my butt. طبعا فيها. هاي الميدل كثير احسن. الميدل فيه يعني soothing. فيها up to قديش 15 I think. put it more speed 20. more speed توسع رجليك اشوف. طلع جسم oh my god.
Oh my god, I need to go back in middle. طبعا البالانس عليها عادي يعني ما بتوقع، مش انه والله بتوقع. لا لا ما بتوقع. طيب جود. ثانك يو جود. سبعة صراحة كثير، هاي 10 13 12 والله راح. لا يا جماعة صراحة it's too much. بس بقول لك وارني كثير فايبريت يعني. 17 I'm trying to go in middle maybe. One more. One more. Wow. No, it's smash. It's smash. 20. It's too much. Hey, just put your legs in the middle, just walking. What do you think of the board? It's very nice. It's very advanced to smart technology. No, يعني, to stay indoors and exercise indoors. حلو انه بالوينتر ما بتقدر تركض كتير، وهذا بالوينتر كويس اذا ما بدك تركض بس. انا بتوقع انه برضو شغلة كويسة، حنجربها ونحكي لكم اليوم شو رأينا. اتوقع انه رائعة. سلامات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.